اتهامات لسفيرنا في القاهرة بأخذ منح الأوائل وإهدائها لأولاد أصدقائه. متى ستضع الحكومة حداً للعبث العابر للحدود؟ هل سيخضع مارم لتحقيق شفاف وفقاً لتوجيهات رئاسة الوزراء؟ أهلا بكم. تحولت قضية الطالبة فاطمة حجري وزملائها إلى قضية رأي عام بعد تداولها على جميع وسائل التواصل الاجتماعي ودخول أطراف حكومية على خطها. فاطمة من أوائل الجمهورية في الثانوية العامة، حصلت على منحة دراسية في جمهورية مصر لدراسة الطب، فسافرت إلى القاهرة لإنهاء الإجراءات الأخيرة في الملحقية الثقافية في السفارة اليمنية لبدء الدراسة، لكنها فوجئت بأن مقعدها أخذ لصالح ابن أحد أصدقاء السفير محمد مارم بحسب مقربين. رفعت فاطمة وزملاؤها مذكرة احتجاج لوزارة التعليم العالي. الوزارة بدورها خاطبت السفير بضرورة إعطاء الطلاب مقاعدهم الدراسية الممنوحة لهم سابقا من قبلها، لكن لم يكن هناك أي رد. على من يعتمد المسؤولون في هذه الممارسات العبثية ورفضهم للأوامر الوزارية؟ وهل سيخضع مرتكبو هذه الفضيحة للإجراءات القانونية بعد صدور توجيهات بالتحقيق معهم؟ أم إن دائرة الفساد النافذ تتصرف فوق القانون؟ قيل إنه مقرب من الرئيس هادي، وقيل إنه محمي بسلطته، لكن وبعد كشف عبثه في السفارة بالقاهرة، هل سيستطيع السفير مارم تجاوز الغضب الشعبي والانكشاف الرسمي والاستمرار في منصبه؟ فساد السفير مارم في قضية الطالبة فاطمة حجري أصبحت قضية رأي عام، حيث كانت الطالبة من أوائل الجمهورية ومنحت بناء على ذلك مقعدا في كلية الطب بحسب إفادة بيان وزارة التعليم العالي، لكن السفير مارم قام بالاحتيال على الطالبة فأخذ مقعدها وأعطاه لابن أحد أصدقائه في احتيال لم يسبق أن حصل من قبل. بعد بيان وزارة التعليم العالي الذي يعد بمثابة إدانة كاملة لنهب السفارة مقاعد مجموعة من الطلبة في مصر، صدرت توجيهات من مكتب رئيس الوزراء بفتح تحقيق مع السفير والملحقية الثقافية بالقاهرة واتخاذ الإجراءات اللازمة. فهل سيتم إعفاء مارم من منصبه؟ أم أن نفوذه سيحميه من المساءلة والامتثال للقانون حتى بعد انكشاف فساده؟ قضية نهب مقعد الطالبة فاطمة حجري أثار غضباً شعبياً واسعاً بين اليمنيين في مواقع التواصل الاجتماعي، وتحدث كثيرون عن فساد مالي وإداري مستشر يمارسه مارم من موقع سفارة اليمن في القاهرة دون أدنى رقابة. قضية فساد السفير مارم تضع أمام وزير الخارجية الجديد محمد الحضرمي تحدياً كبيراً في الحد من الفساد المنظم في السلك الدبلوماسي، والذي يعاني من تضخم سرطاني في وضع تمر فيه البلاد بأسوأ ظروفها الإنسانية والسياسية. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم لي فيها عبر السكايب من أمستردام أو من هولندا عفواً، الإعلامي والمهتم بقضية الطالبة فاطمة السيد عبد الله الحرازي. أرحب بك سيد الحرازي. إذا كنت من أوائل من كتب عما حدث للطلاب المبتعثين من قبل السفارة اليمنية في القاهرة، كيف تابعت قضية استبدال أسماء المستحقين للمنح بأسماء أبناء معارف لمسؤولين بداخل هذه السفارة؟ السادة الأولى السفارة اليمنية في مصر، هنالك قضايا كثيرة، لكن كان المؤلم هذه المرة هو أن قطع الطالبة لا سند لها، كل ذنبها أنها كانت متفوقة وحصلت على منحتها هي ومجموعة من الطلاب الذين نجوا من ويلات الحرب في اليمن، نجوا من ازدواج القرار التعليمي في اليمن، نجوا من صعوبات السفر والخروج من بلد محاصر ويعاني من ويلات الحرب، وكان يفترض أن يجدوا كل الدعم من سفارة تمثل السلطة الشرعية للبلاد، لكن ما حدث كان صادما لهذه الطالبة لزملائها وللرأي العام، وأنا من ضمنهم. يعني كثيرون كتبوا عن هذه القصة، منهم صحفيون وإعلاميون وكتاب وروائيون ومثقفون وعامة الناس أيضا ناشطون على الفيسبوك
فكان لابد من وقفة، وكثير كتب وأنا كنت من ضمن هؤلاء، لكن لم نكن نتوقع أن 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 الفساد أصبح بهذه الصفاقة، أن يتم تجاهل حتى مع وجود مستند رسمي. يعني الادعاءات ليست مجرد ادعاءات أو يعني صرخة استغاثة أطلقتها هذه الطالبة اليمنية وزملائها، لكن الأمر كان مدعم بإجراءات حاولوا من خلالها نيل حقوقهم، لكن الأذن دعنا نقول الصماء أو المستقرية هي التي كانت تواجههم. يعني يجر الإشارة في هذا السياق لأنه سيكون معنا طلاب مبتعثون من أصحاب هذه القضية خلال هذه الحلقة للاستماع بشكل أكبر لقضيتهم، لكن بداية أنت كتبت عن هذه الحادثة، ما هي الملابسات؟ يعني ما هي المعلومات المتوفرة حول هذا الموضوع لنطلع المشاهدين عليها؟ المعلومات المتوفرة حسب مذكرة وزارة التعليم العالي أنه تم إسقاط اسماء هؤلاء من الكشوف التي رفعتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي رفعتها للملحقية الثقافية. من المعروف أن الملحقيات الثقافية في سفارات الجمهورية اليمنية في العالم هي من تتابع قضايا المنح والابتعاث فيما يسمى منح التبادل الثقافي بين اليمن وعدد من الدول العربية والدول الأخرى منها مصر. فتم استبدال هؤلاء، تم إسقاط أسماء هؤلاء وإدراج أسماء أخرى بضغط من قبل السفير محمد مارم، الذي نستغرب استمراره في عمله رغم ملفات كثيرة وشكاوي كثيرة للمواطنين اليمنيين في مصر. لدينا ما يقارب 300,000 يمني كما تقدر بعض الإحصاءات يعيشون في مصر، ولا يجدون من السفارة اليمنية إلا كل تعنت، وهذه واحدة من القضايا، سواء كانوا جرحى، مرضى للعلاج، نازحون، لاجئون، هنالك سمسرات، هنالك إثاوات غير رسمية، غير تحصل بسندات غير رسمية، هنالك قضايا كثيرة، لكن هذه القضية ربما تكون القشة التي قسمت أو ستقسم ظهر البعير والقطرة التي أفاضت الكأس من تصرفات هذا الذي يفترض أنه دبلوماسي. بالمناسبة في ذات الأسبوع يتم طرد سفير دبلوماسي يمني من إحدى قنصلياتنا في السعودية بتهمة أنه يسهل معاملات الناس، والإبقاء على مثل هذا السفير برغم كل الشكاوي ضده. فهناك مفارقات عجيبة في زمن لا ندري هل أصبح الفساد فيه منظما وشبكات يديرها أبناء هذه، أم أن المسألة تعدد ذلك إلى صفاقة ولا مبالاة في ظل غياب كل أجهزة الرقابة ومؤسسات الرقابة فيما تبقى من مؤسسات الدولة اليمنية. لا تم تفعيل القضاء ولا تم تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ولا أي مؤسسة من مؤسسات الرقابة أرادوا لها أن تستعيد عملها منذ بدء الانقلاب إلى اليوم. طيب، يعني يجب الإشارة الآن أيضا إلى أن المساء اليمني حاول بشكل أو بآخر التواصل مع مسؤولين في السفارة اليمنية في القاهرة، لكن لم يتم، يعني لن يظهر معنا أحد في حلقة اليوم. لكن على كل حال، إذا ما وضعنا أنفس، يعني أنا سأضع نفسي الآن في سياق المحاماة عن هؤلاء المسؤولين، أليس هناك مجال لأن تكون هذه فقط معلومات متداولة؟ يعني هناك قضية لهذه الطالبة، ولكن هناك مع قصص الفساد الكثيرة أن يكون هناك استهدافا لهذا السفير بالتحديد، خاصة أن المسألة مناطة بالملحقية الثقافية، والملحقية الثقافية تأخذ أوامرها بشكل واضح من وزارة، يعني فيما يتعلق بالمنح، من وزارة التعليم العالي وفقا للقانون. وزارة التعليم العالي وضحت بمذكرة ملابسة هذا الأمر، وأنه تم إجبار الملحق الثقافي على استبدال الكشف بأوامر من السفير محمد مارم، وهذه مذكرة رسمية ليس بالمسألة ادعاء، إنما من خارج المذكرة الرسمية تمت محاولة استرضاء هذه الطالبة وزملائها بتعويضهم بمبالغ مالية أو تسجيل على حساب خاص، فرفضت هذه الطالبة وأسرتها وكذلك الطلاب، إلا أن يأخذوا حقهم القانوني في استحقاقهم لهذه المنح كونهم من أوائل الجمهورية. كذلك ردت وزارة التعليم العالي
في مذكرة توضيحية أيضا صدرت بالأمس أو قبل أمس توضح أن يعني هنالك حتى كذب في الرد على المذكرة الرسمية، قيل أن هذه الأسماء سقطت من الكشوف، ووضحت الوزارة بمذكرة رسمية أخرى لاحقة أن الكشف لم يستبدل من قبلها، وأن الكشف وصل كما هو، وأن ما حدث محض افتراء، وطالبت السفارة بإحقاق الحق وتمكين هؤلاء الطلاب من الالتحاق بالعام الدراسي لهم في جامعة ملكية قدمت لليمن وليس للمقربين من هذه ولا لأصدقائهم ولا لهؤلاء الذين لم يشبعوا لا من الوظائف التي أخذوها بدون وجه حق ومخصصاتها، ولا شبعوا من الأعمال الفساد الأخرى، ولا ندري ما الذي يمكن أن يملأ أعينهم. يكفي المواطن اليمني ما فيه من ويلات، من معاناة اقتصادية، من حصار، من يعني أن يستمر، يعني من المعيب جدا أن ينشغل، وتنشغل قناة محترمة في القناة بلقيس، وينشغل الرأي العام اليمني عن مواجهة ما يفترض أن نواجهه وهو الانقلاب، إلى هذه المعارك الجانبية المتعددة. ساعة نفتح ملف وزارة النفط وفساد شركات النفط، ساعة نفتح ملف التهريب، ساعة نفتح ملف المنافذ، ساعة نفتح ملف. ويبدو أن هذا المسلسل يعني سيتكرر إلى أن يعني هنالك فساد أخي وزير. نعم. هنالك فساد لا يمكن، يعني لا يريدون مواجهته ولا مجابهته بإصرارهم على تغييب القضاء. أين يذهب المواطن اليمني؟ طيب سنعود إلى هذه النقاط سيد الحرازي، لكن تشتكي يعني. قبل ذلك دعنا نشترك معنا في هذا السياق السيد مساوى حجري، والد الطالبة فاطمة، إحدى المبتعثات التي حرمت من منحتها حسب هذا الادعاء. أرحب بك سيد مساوى. إذن في سياق الحديث عن هذا الأمر، كيف تلقيتم بداية خبر حرمان ابنتكم من المنحة؟ ما هي التفاصيل؟ يا أستاذ العزيز، أنا مساوى حجري والد الطالبة فاطمة. تلقينا الخبر مثل السائقة عندما وصلنا إلى القاهرة. كون بنتي تعبت وسهرت وحصلت على معدل 99 و710 أوائل الطلاب، وحصلت على منحة تبادل ثقافي، وصلنا إلى القاهرة. أنا كنت أحسب نفسي أن بوصل القاهرة على طول بأسلم المذكرة من الملحقية، وعلى طول أعطيها بنتي إلى الجامعة. تفاجأت بأن الملحق الثقافي يقول إنه تم إعطاء المنح تبادل ثقافي لأبناء الدبلوماسيين. كوننا تأخرنا، واتضح إنه لم نتأخر، لأن التسجيل إلى يوم 31/10. التسجيل في الجامعات المصرية اليوم 31/10، وفي علم بذلك. تفاجأت من الملحق يقول أنتم تأخرتم وتم إعطاء منح التبادل الثقافي لأبناء الدبلوماسيين. هذا ما حصل سيدي. طيب، وكان الخبر علينا كالسائقة. طيب، أين وصلت القضية الآن؟ يعني كيف تمت متابعة هذه القضية وأين وصلت؟ يا سيدي، طبعا تابعنا الملحقية الثقافية، ولكن الملحقية الثقافية لم تمتثل الشكرين لوزارة التعليم العالي. وجه وزير التعليم العالي الملحقية الثقافية بتسجيل أسماؤنا والإفادة بما تم، إلا أن الملحقية الثقافية لم تمتثل. كون الملحقية الثقافية اجتمعت بالسفارة ولم تمتثل بذلك، وفي الأخير يطرحوا لنا أنه سيتم إعطاء بنتي وزملاتها مقاعد على حساب وزارة التعليم العالي. وزير التعليم العالي رفض ذلك، وقال في التلفزيون وقال في البيانات أنه لم يعتمد أي مقعد غير الكشف الذي موجود من تبادل ثقافي فقط، وأصبحنا ما بين الملحقية والسفارة وأبناء الضائعين. أصبحنا الآن على الأمرين في داخل القاهرة.
يعني بالإشارة إلى أنكم أنتم إلى الآن ما زلتم في القاهرة وتتحملون تكاليف البقاء لمتابعة هذه القضية. طيب في هذا السياق كم عدد الطلاب الذين فوجئوا بما فوجئتم أنتم به أيضا ويعني ويتحملون ذات التبعات الآن؟ يصير منهم خمسة طلاب منهم طالبتين من حضرموت وطالب من لحج وبنتي فاطمة انتهى معه وبنت من مارب. سمعت اليوم انه تم ما تمرير البنت اللي من مارب. هذا اللي سمعت اليوم من ايش يقول لي الملحقيه انه ايش اصبحت اربعه وليس خمسه. هل جميعكم ما زلتم في القاهره؟ جميعنا ما زلنا في القاهره واولادنا وبناتنا في القاهره. طيب في هذا السياق سيد مساوى، ما هي الرسالة التي تبعث بها إلى المسؤولين إلى السفارة اليمنية وكذا المسؤولين في كل من وزارة التعليم العالي والمعنيين أيضا بهذا الخصوص؟ أنا أشد رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي ووزير الخارجية والأحرار اليمنيين بأن يقفوا معنا ويعيدوا المنح لأبناؤنا تبادل ثقافي ومحاسبة من تم بذلك. وهذه من المناشدة. أشكرك إذن سيد مساوى حجري والد الطالبة فاطمة المبتعثة من ضمن يعني برنامج تبادل المنح، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. بالعودة إليك سيد الحرازي، إذن كيف هو الوضع؟ كيف ترى ما حدث مع سيد مساوى وبقية الطالبات والطلاب؟ أمر مشين، ومن خلال حديث الأخ وساوى أن من يستطيع أن يدبر رأسه بوساطة قوية أموره تمشي. كانوا خمسة طلاب كما اتضح أصبحوا أربعة لأن أحد الطلاب وجد أهله ممتدا للضغط القوي على السلطة لا تخجل ولا تستحي من جلب هذه الكوارث ووضعهم في المناصب الخدمية وتركهم يعيشون فسادا وإذلالا للمواطنين. من المعيب جدا واليمنيون يعني يجمعون كل أمرهم لدعم هذه السلطة التي أفتتت فشلها المرات والأخرى والأخرى في كل قضية بما في ذلك قضايا الاقتصاد والقضايا الخدمية. معين عبد الملك رئيس الوزراء قال أنه لن يتدخل في السياسة ولا في الأمور العسكرية، لكن ها هي الأمور الأخرى أيضا منفلتة يوجه بتحقيق. وهذا التوجيه في حد ذاته هو إدانة لهذا السفير الفاسد، لكن من سيقوم بهذا التحقيق؟ في أي إطار سيتم؟ في إطار قضائي؟ في إطار دبلوماسي؟ في إطار وزارة الخارجية؟ في إطار مثلا إدارة التفتيش إذا كان تمت إدارة تحمل مثل هذا المسمى؟ لكنه في ذات الوقت تجاهل تماما إعادة الحق لذويه وإنصاف الطلاب قبل أن تفوت عليهم فرصة التسجيل في هذه الجامعات بأمر واضح لتسجيلهم في الجامعات ثم متابعة مشاكله الإدارية في مسألة الانفلات والفساد التي تعاني منها ما بقي من المؤسسات من مؤسسات الدولة بيد هذه الحكومة. للأسف الشديد المواطن اليمني يعاني الخذلان في الداخل وفي الخارج على كل المستويات الاقتصادية والعسكرية وحتى التعليمية. ما الذي يريدونه من الأبناء اليمنيين؟ هل يذهبوا إلى الجبهات ليشاركوا إلى المحارك كما ظهر بالأمس، أم يذهبوا إلى التنظيمات والجماعات المنفلتة والانقلابية؟ هذا السفير على سبيل المثال، هذا السفير لو تمت إقالته اليوم سيعلن غدا انضمامه لميليشيات المجلس الانتقالي وإن كان من داخل الأسرة هذه. هنالك نوع من الابتزاز والتعامل الرخيص مع مسألة الولاء الوطني ومسألة الولاء الوظيفي. من هو أساسا حتى يتم تعيينه كسفير؟ ما هي مؤهلاته أكثر من أنه قريب لجلال هذه؟
يعني هنالك مسائل طفح الكيل فيها، طفح الكيل، طفحتين اليمنيين من الصبر عليها ومن اعتبارها غير ذات أولوية، لكن كلما اتجهنا نحو الأمام يشدوننا بفسادهم ودناءتهم إلى هذا المستوى، يعني إلى الخلف لندخل في معارك جانبية. ما الذي يعنيه أنه تم منح أبناء الدبلوماسيين؟ ألا يكتفي الدبلوماسيون بجني آلاف الدولارات في وظائف لا يفعلون فيها شيء ولا يقدمون للمواطن فيها شيء؟ الوظائف لهم، الفلل لهم، القصور والشقق في القاهرة وفي عمان وفي بيروت وفي كل الدنيا لهم، وفوق هذا يقوموا بالسطو على مجرد منحة دراسية لطالب يريد أن ينتشل نفسه من الجهل ويريد أن يصبح رقما ربما يخدم اليمن مستقبلا، بل أكيد أن هؤلاء هم من يخدمون اليمن مستقبلا في كل المجالات. هل هكذا يتم التعامل مع المستقبل، مع أبنائنا في ظل سيطرة الميليشيات شمالا وجنوبا؟ يعني لا أدري ما الذي يمكن أن يقال وما الذي يمكن أن يضاف على معين عبد الملك رئيس الوزراء، ونقول له يا دولة رئيس الوزراء احترم نفسك وقرارك، قلت أنك لن تتدخل في الأمور السياسية ولا العسكرية، ها هي الأمور الإدارية بين يديك، فماذا أنت فاعل أكثر من التوجيه الإعلامي بالتحقيق، وهي ذات التوجيهات التي وجه بها هذه سابقا مع عدد من الخونة والإنقلابيين الذين كانوا يشغلون مناصب في هذه الدولة، ولم نرى لا تحقيق لا مع بن بوريك ولا مع غيرهم من أمر هذه بالتحقيق معهم، ولا نعرف من أساسا سيقوم بالتحقيق. عطلتم القضاء، عطلتم مؤسسات الرقابة، عطلتم البرلمان، إلى من يلجأ هذا المواطن؟ إلى من يلجأ هذا الطالب؟ يعني ما الذي يمكن أن يفعله؟ لا أدري، ليس لنا إلا أن نرفع الصوت عاليا، أن نتكاتف إعلاميا، أن نشير إلى الفاسد والمخطئ والمفرط، ونقول له أنت فاسد ومخطئ ومفرط ويجب أن تقال. هذا ما نستطيع أن نقوم به، وهذا هو الدور المتاح لنا، ولو كان الأمر يعني أكثر من ذلك لقمنا به. هنالك من تبرع بمقاعد لهؤلاء الطلاب على قيل على نفقاته الشخصية وما شابه، كنوع من البروباغندا يعني، لكن هذا أيضا نوع من الاصطياد في الماء العكر لإثبات مزيد من فشل هذه الدولة، أن يكون قائد ميليشيا مثل، أو لا نريد أن نذكر الأسماء، بالإعلان عن من هذه الطالبة وغيرها مقعد دراسي. هذا أمر معيب بحق هذه، معيب بحق مؤسسة الرئاسة، معيب بحق رئاسة الحكومة، ومعيب بحق السلك الدبلوماسي اليمني برمته. دعنا نشرك معنا في الحوار سيد الحرازي الطالب أسامة فيصل، الطالب المبتعث من ضمن بعثات التبادل الثقافي، وهو حاصل على مقعد في كلية الهندسة بجمهورية مصر العربية من القاهرة أيضا. رحب بك سيد فيصل. إذن أنت طالب مبتعث بهذا التبادل الثقافي، حاصل على مقعد كما قلنا في كلية الهندسة بجمهورية مصر، ما الذي حصل معك؟ حدثنا عن هذه القصة. مرحبا بكم، وأولا شكرا لقناة بلقيس لاهتمامها بهذا الموضوع. طبعا نحن وصلنا هنا القاهرة الملحقية الثقافية، طبعا أول ما وصلنا نتفاجأ بأن الملحقية تخبرنا بأن أسماءنا قد استبدلت بأسماء أخرى بحجة أننا تأخرنا عن الموعد، ولكننا لم نتأخر عن الموعد، ولكننا لم نتأخر من الموعد، وأتينا بأسبوعين قبل بدء الدراسة. متى وصلتم إلى القاهرة؟ وصلنا قبل أسبوعين إلى القاهرة قبل موعد الدراسة. طيب يعني في هذا السياق أين وصلت الأمور الآن مع السفارة بعد يعني إيضاحكم لهم بأنكم وصلتم في موعد مناسب للتسجيل، وكذا مع بيان كل الوثائق كما فهمت من خلال، أو بداية هل أو يعني ألحقتم كل الوثائق المتعلقة في أنكم استحقاقكم لهذه المنح؟ نعم، نحن وثائقنا موجودة جاهزة بالملحقية الثقافية في القاهرة، وكل وثائقنا جاهزة مكملة، ليس فيها أي نقص وليس فيها أي عيب، ولكن حجتهم علينا بأننا تأخرنا عن الموعد، ولكن لم نتأخر. العام الماضي والعام الذي قبله أتوا بعد الدراسة بمضي يمكن أسبوعين أو شهر. هناك توجيهات الآن بإعادة إلحاقكم بهذه المنح، هل استجابت السفارة إلى الآن؟
هنالك توجيهات من وزير التعليم العالي بإعادة مقاعدنا، لكن لم تستجيب السفارة لهذا، ولكن توجه برسالة إلى وزارة التعليم العالي بمنح مقاعد لحساب وزارة التعليم العالي، ونحن رافضين هذا القرار لأن وزارة التعليم العالي وأنت عارف تدهور الأوضاع في البلاد، مستحيل أن وزارة التعليم العالي تقدم منحة لطالب أو تقدم منحة مالية لطالب بقيمة مقعد 7,000 دولار وهو حاصل بالمشكلة أنه على منحة تبادل ثقافي في جمهورية مصر العربية، وهم طلاب الأوائل المتميزين في المنح في الثانوية العامة. يعني يفهم أن من ذهبت إليهم المنح خلص تم التأكيد على أنهم سيدرسون في هذه الجامعات، وأنتم الآن موقفكم غير واضح إلى الآن. موقفنا نحن نريد حقنا المنح، منحنا التبادل الثقافي لا غير، لا نريد غير ذلك بس. طيب فيما يتعلق الآن بالحديث عن المستقبل، ما هي الخطوات التالية التي ستقومون بها؟ المستقبل ننتظر رد رئيس الوزراء ورئيس الوزراء ووزير التعليم العالي على هذه التصرفات فقط لا غير، ليس لنا غير الله وغيرهم ملجا. شكرا لك سيد أسامة فيصل طلب المبتعث من ضمن بعث أو بعثات التبادل الثقافي في القاهرة. أعود إليك سيد الحرازي، سمعت ما تفضل به أسامة وحديثه عن ذلك، يعني برأيك في حجة واهية؟ نعم حجة واهية أخي وزير، يفترض بمؤسسات الدولة أن تراعي أن هؤلاء طلبة يمنيون قدموا من الداخل في ظل ظروف الحصار، في ظل أن هذه الدولة لم تستطع أن تؤمن مطار واحد ليغادر منه اليمنيون، بالعكس فرطت بالعاصمة المؤقتة بعد العاصمة الأساسية، لا أن تتصيد مثل هذه الأخطاء إن حدثت. إذا حدث تأخير فيجب أن يكون ذلك من مسؤولية السفارة، من مسؤولية الملحقية، من مسؤولية وزارة البحث التعليم العالي والبحث العلمي. ما الذي قدمتموه ليصل هؤلاء الطلاب في وقتهم المناسب؟ لماذا لم تمددوا لهم؟ لكن أصبح السؤال لماذا سطوتم على حقهم وعلى فرصتهم القانونية والعادلة في الحصول على مقاعد كونهم من أوائل الجمهورية؟ انظر إلى مستوى الاستخفاف وإلى مستوى الجرأة والصفاقة التي وصل لها الفساد في عهد عبد الرب منصور هادي وأولاده، وأنا أصر على إقحام أولاد عبد الرب منصور هادي في هذا الأمر وفي كل أمر يتعلق بممارسة قضايا الفساد الصغيرة والدنيئة والخسيسة التي يتعرض لها المواطن اليمني اليوم المحارب داخليا من الميليشيات وخارجيا من تحالف غادر، وأيضا يصطدم بلا مبالاة هذه المؤسسات أو ما بقي من مؤسسات الدولة، وفوق ذلك يجابه بمثل هذا الفساد الوقح، هذه وقاحة أن يتم معاملة الطلاب وكأنهم كانوا في رحلة استجمام ولم يقدموا من اليمن، من تهامة التي تعاني من عمليات الساحل الغربي، من لحج التي دارت فيها معارك سمع بها القاصي والداني، من مأرب المحاصرة التي لا يوجد لها مطار، من كل هذه المناطق. يعني من العار أن يتحججوا بهذه الحجج الواهية، ومع ذلك فقد لاحظت مذكرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هذه الافتراءات ولم تتطرق إليها أساسا. لكن ما يجب عمله الآن هو أن يتوجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يترك المؤسسات البحث النووية التي يشرف عليها، يترك الدراسات العظيمة التي يقوم بمتابعتها، ويتفضل مشكورا بالتوجه إلى القاهرة لإحقاق الحق لهؤلاء الطلبة وترتيب أوضاع بقية الطلبة عموما. أما أن تظل المسألة مذكرة نصدرها ونسربها للإعلام وانتهينا فهذا أمر غير مقبول. كذلك الأمر بالنسبة للسيد رئيس الوزراء الذي وجه بالتحقيق، لكنه لم يخبرنا من هي الجهة التي ستقوم بالتحقيق، ويجب أن يكون هنالك مسار منفصل لمسألة التحقيق مقابل إجراءات عاجلة لإعادة الحق إلى نصابه والتحاق هؤلاء الطلاب بجامعاتهم. يعني ما يحدث مهزلة كبيرة، ما يحدث كما قلت لك أن يتم طرد دبلوماسي يمني من قنصلية جدة هو مطهر عنان بتهمة أن أو بأسباب أنه يتعامل ويسهل أعمال ومعاملات المواطنين هناك، وله بعض الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي.
بسرعة يتم طرده والإذعان لرغبة الأشقاء أو السلطات السعودية، بينما يستمر الفاسد برغم مناشدات كل الشعب اليمني، كتاب، صحفيين، ناشطين، حقوقيين، شباب، طلاب. يعني ما الذي نفعله يعني أكثر إذا كان لم إذا كنا لا نستطيع أن نعيد الحق لهؤلاء ضمن مؤسسات الدولة الشرعية؟ فمن العكه أن نطالب باستعادة كل ما فرط فيه عبد رب منصور هادي من قصر الرئاسة في صنعاء إلى آخر منفذ يمني. يتحججون اليوم أن المواطن لم يستطع أن يعبره أو يعبره في الوقت المناسب، أمر مخجل ومعيب بحقيقة الأمر، ويعني يجعلنا نتوجه بكل قوتنا لكشف هؤلاء، لأنهم على ما يبدو هم خنجر الخاصرة لمشروع استعادة الدولة. سيد الحرازي، دعنا نشك معنا في الحوار الآن سيد رشدي الكوشاب المستشار الثقافي السابق الذي انضم لنا عبر الهاتف من صنعاء. أرحب بك سيد الكوشاب. إذن كيف تابعت بداية ما حدث للطلاب الحاصلين على المنح في القاهرة وتم استبدالهم من قبل السفارة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا يعني تابعت الموضوع هذا من الأسبوع الماضي، وحاولت أقدم بوست عبر الفيسبوك كنصيحة للأخ السفير والأخ المستشار الثقافي أن يتحركوا بصورة عاجلة لطلب موعد مع وزير التعليم العالي المصري، وكحالة استثنائية وحالة خاصة لا يقف عليها ممكن يعلو الموضوع، لأنه الآن الكلام كله بنتكلم إحنا عن طلاب من أوائل الجمهورية. أنا بقول لك حاجة، وزارة التعليم العالي لم يسبق بتاريخ وزارة التعليم العالي إنه تم المساس بمنح الطلاب الأوائل على مدى التاريخ، وطلاب التبادل الثقافي. طبعا طلاب الأوائل كنا نعطيهم إحنا حرية اختيار الدولة أو حرية اختيار التخصص. طلاب التبادل الثقافي هو الموارد المتاحة من الدول. ما حصل في القاهرة ما حد بيوصل. طبعا هذا مش جديد، بس هي الان ظهرت على 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 العلن، والعام الماضي حدث نفس الحكايه، استولوا حوالي على 11 منحه. لكن الان نحن مش في قضيه الدخول في العقوبه او في نص العقوبه او في المخالفه، احنا الان انا اتكلم معك يعني ممكن اعتبر نفسي كولي امر الطالبه، كل ما يهمنا الان مصلحه بنتي او ابني كطالب من اوائل الجمهوريه انه يدرس. ما يهمنا انه يقولوا مارم ولا يقولوا العبادي ولا معين ولا غيرهم، ما لي دخل الموضوع هذا، ما يخصناش. انا لا افسد شيء كولي امر. انا اللي اشتهي الان انه البنت هذه والطلاب هذم انه منح التبادل الثقافي اللي كانت خاصه بهم تعود لهم بالحقوق الدراسه. هو مخرج واحد ما فيش غيره. طيب المستشار الثقافي بطلب موعد عاجل مع وزير التعليم العالي المصري ويطلبوا منه منح اضافيه لاي سبب كان. طيب دعنا يعني نعلم سيد الكوشاب، دعنا نعلم كيف يتم عادة منح البعثات، مسألة الابتعاث، ويتم اختيار الطلاب حتى يفهم أيضا الجمهور هذه النقطة في سياق فهم أكبر للقضية. شوف، بالنسبة للطلاب أوائل الجمهورية عادة يصل عدد عشان الطلاب الأوائل يوصل عدد حالة 39-40، لأنه يتعبون مكررة ثانية مكررة ثالثة مكررة. هذا يعطيهم حرية الاختيار، يختار الدولة اللي يشتيها، يختار التخصص اللي يشتيه. حتى الرسوم حقهم تكون بأس الطلاب العاديين، رسوم أوائل الجمهورية تصل إلى 14,000 في السنة، كان في كندا أو في أمريكا أو في بريطانيا. أما بالنسبة للتبادل الثقافي فهم يمنحوا عبر الإعلان الرسمي في الصحف، يمنحوا من المنح المقدمة من الدول اللي بيننا وبينهم علاقات تعاون ثنائي على عهد معين. لكن هو اللي حصل الفترة الأخيرة هذه وزارة التعليم العالي بعد ما نقل البحث إلى عدن، أنا كنت صراحة العام الماضي كلمت الوزير وكلمت الوكيل، لكن ما يفهموش، وصلوا ما يصلح إنك تسند مقاعد من التبادل الثقافي هذه تخص أوائل الجمهورية وأوائل الحاضرات. عندكم تقدر تلعبوا منها لعبة توجيهات لهذا الجنس، لكن حق الطلاب الأوائل يجب عدم المساس فيها. لكن هم العام الماضي انهم، وانا متاكد وطلعت على بعض الصفوفات، كانت ناقصه من 3-4 مقاعد في كل دوله. فلا يمكن لا يمكن لا يمكن يعني انك تعطي طالب اخر ما
من حتى بعض الصغار ما لم يكن حصل عليها عبر الإعلان والمنافسة. تنزل الأسماء في الصحف وترجع تعلنها تعمل المفاوضة وبعد ترجع تطلع الأسماء الفائزة في الصحف مرة أخرى، يعني ما تمسك ساعة فيها. بس هم العام الماضي يعبوا بالأسماء ما أعلنوهاش ما لخبطوا بين طيب الدول. يعني في هذا السياق ما هي علاقة السفارة سيادة المستشار، ما هي علاقة السفارة؟ يعني لماذا تستطيع السفارة القيام بوضع أسماء أخرى؟ يبطل قانون البعثات والمنح الدراسية رقم 19 لسنة 2003 ووفقا لقانون التعليم العالي رقم 13 لعام 2010، وزارة التعليم العالي هي مسؤولة مباشرة على الملحقيات الثقافية ماليا وإداريا وزارة التعليم العالي. أما السفارة هي كمشرفة فقط، لكن قلت لك إنه يسند الأمر لغير أهله. يعني لما يقول لك سفير ما عنده أي باك جراوند، ما عنده أي سيت مستقص من قبل، تجي تحطه سفير زي ما حطيت الآن في القاهرة، ما عنده أي باك جراوند، إيش اللي عنده؟ إيش رحنا قبل الجانب الثاني؟ ما فيش عنده في ماليزيا برضه سفير نفس النهاية، ما عنده أي باك جراوند ولا عنده سيجي. فقط كم سفراء هنا عندما يسند الأمر لغير أهله تحته المشاكل تحت يعني هذا كلهم ايش عندهم من باك جراوند، ايش عندهم من سيدي هذا السفير او سفير ماليزيا او سفير حتى نيويورك، عندهم السيدي حقهم يشتغلون مؤتمر الحوار. يا اخي انا بختصر لك الكلام، الان الموضوع كله الاصل انه يحل موضوع الخمسه طلاب، قضيه انك بتختار العقوبه المناسبه للسفير هذا او للملحق الثقافي. صدقنا ما بتقدر تعمل شيء لانه كلهم من نفس من نفس العجينه، سواء بتكلم على رئيس الوزراء وعلى السفراء ما حاجة قبل حرجة حد ولا حاجة قبل عقل حد. أنت الآن حاول تبحث عن معالجة الخمسة طلاب هذا واختصر الكلام ده كله أنه معمى أولية عقوبة محكمة إدارية مكافحة فساد، ده كله مقام الشغالي ولا حد يستغل منه نهائيا مثل الحرية. تفضل بالبقاء معي سيد الكشاب. أعود إليك سيد الحرازي، يعني بعد ما سمعناه برأيك ما هي المعالجة الممكن حدوثها الآن في سياق اولا اعطاء الحق لهؤلاء الطلاب، وثانيا ضمان عدم حدوث وتكرار مثل هذا، لانه ليس في كل مره سيتم الاهتمام بهذه القضايا على مستوى الراي العام. الحقيقه ان ضيفك الكريم من صنعاء قد جاب كما يقال على بلاطه، يعني نبحث عن حل هذه المشكله القائمه حاليا، وتظل هذه النقطه نقطه الفساد الإداري والفساد في التعيينات هي سمة زمن عبد الرب منصور هادي رئيس شعب مؤتمر الحوار للأسف الشديد، وأنا قلت هذا الكلام منذ وقت مبكر، لكن أنا يعني ظللنا نكابر من أجل دعما لفكرة الشرعية وليس دعما لشخص موظفيها. نأمل أن يسارعوا بتلافي هذه الكارثة وهذه الجريمة التي تسبب بها أحد أفراد العائلة الهادوية الجديدة. ومسألة البت في قضايا الفساد الأخرى كما تفضل الضيف من صنعاء أيضا هي رهن الزمن ورهن تحرك الحكومة التي يعني تزعم أن لديها هيئات مثل هيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ولدينا الحقيقة لا تنقصنا القوانين ولا تنقصنا المؤسسات، فقط تنقصنا الكفاءات في إدارة هذه الدولة، والتي ليس منها من هم يتصدرون المشهد الآن. للأسف الشديد أخي وجيه أن هذا الاستبدال الذي تم سيذهب لمجموعة من أبناء المترفين، لا هم حق دراسة ولا يدرسون ولا سيظلون عالة، وربما الأخ المستشار يعرف أنهم يتم التمديد لهذه الفئات بالأربع وبالسبع وبالعشر سنوات ولا ينجزون في الأخير شيء، وهذا هو المحزن، عن أن يتم استبعاد الكفاءة والمستحق ويمنح المقعد لأبناء المترفين الذين أساسا يستطيعون الدراسة على حساب ذويهم لأنهم يمتلكون القدرة الكاملة على الدراسة في أركى الجامعات العالمية على حسابهم الخاص. أعود إليك سيد الكشاب، برأيك ما الذي يمكن أن يعطي هؤلاء الطلاب المحرومين من مقاعدهم حقهم الأصيل؟ ما تقدر تعالج الموضوع إلا بمنح تبادل ثقافي.
منح تبادل ثقافي فيها امتيازات تخص الطالب المجتهد. يعني انا اشتغلت 14 سنه عشان اطلع من اوائل الجمهوريه، تجي انت تقرط قلم يعني تبعدنا وتحط واحد من عندك من السفاره، حتى لو يعني لو دخلت لك في الموضوع شويه الكش نفسه اللي تم استبدال طلاب من ابائهم في السفاره، هم نفسهم اصلا موظفين في السفاره هذم، بل عادهم مش من السفاره، هم من خارج السلك الدبلوماسي. يعني واحد بالله عليك تجي تحطه تعطي له منحه تبادل ثقافي معدله 60 ولا واحد معدله 70 ولا 73 وتجي تقول لي انت بس طب وانت موقع عليها عامل نفسك سفير وموقع عليها وحطها لزميلك ولصاحبك واللي كان معك حتى هذا اللي موجودين، يعني عبث في السلك الدبلوماسي وعبث في منحه تبادل الثقافي. يعني قدم الشبعان اقل واحد مرتبه 14 دولار بالله عليك، وعادوا قاعد هاد لبنو منحة. قلت لك يا أخي إذا دخلنا في الموال هذا بندخل في الموال لأنه التوجيهات المنح بالمئات. إحنا الآن نركز على الخمسة الطلاب هذوم إما أن يتحرك وزير التعليم العالي، طبعا أنا أثق ثقة تماما إنه يتحرك لأنه ضعيف ومش قد المسؤولية، وإنه يخاف من صوت مركز القرار لأنه هذا مارم وغيرهم بعض السفراء يحميهم عبد الله العليمي يدير مكتب هذه. فلا ندخل في التفاصيل هذه، والله لم يستطع يعمل شيء وزير التعليم العالي. انه افضل السفير هذا والمستشار الثقافي انهم يتحركوا لوزير التعليم العالي المصري ياخذوا منح اضافيه، والمصريين لا يمكن يقول لا، يقول له كحاله خاصه وبصوره استثنائيه لا يقاس عليها، ودي مره واحده ممكن يعالوا بالكلام هذا. اما ان احنا بننتظر ايش بيسوي معين ولا ايش بيسوي، والله ما عندهم فائده حكومه الشرعيه ولا بيخرجوا لك بشيء. يعني مستعد اقول لك ان الشاشه هنا طرح حرب الطلاب وامور الطلاب، ياخذوا الكنابل حقهم والطراريح يروحوا له داخل السفاره لما يحلوا تشريح اولادهم، لانه ما اخذ القوه لا يساعد الا بالقوه، الحقوق لا توهب انما تنتزع زي ما يقولوا الطلاب في الخارج. اما ان احنا ننتظر ايش بيسوي معين، ايش بيسوي مدير مكتب معين، ايش بيسوي مكتب الرئيس ولا وزير الخارجيه، ما لهم يسووا شيء، والوقت يمر والعام الدراسي يمشي وبعدين بيضطروا يأجلوا ويضطروا تضيع سنة دراسية، والطلاب والأسر يعني يلا بالكاد يوفروا لهم تذاكر السفر عشان عاد ما أعطتهمش الوزارة. ما فيش حل غير أنهم يروحوا لوزير التعليم العالي، وهي قضية يعني موعد خلال 10 دقائق تبين مشكلة هذه كلها، لكن إذا بيتكارب إذن الأمل أن يأخذ هؤلاء الطلاب حقهم بأسرع وقت ممكن لأن يقيدوا هذا العام في جامعاتهم. جزيل الشكر لك سيد رشدي الكوشاب المستشار الثقافي السابق، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. إليك سيد الحرازي بسؤال أخير، هذه المرة الرأي العام اطلع على هذه القضية وساند هؤلاء الطلاب، ما العمل الآن للاستمرار في مساندتهم قبل أن تطوى هذه القضية شيئا فشيئا، وأنت المطلع على هذه القضية من وتفاصيلها، والاستمرار في يعني مواجهة كل ما يستجد من قضايا مشابهة؟ حقيقة أنا لست بذلك القدر من الاطلاع على هذه القضية، أنا فقط ناصرتها كما نناصر جميعا الكثير من المظالم في مجتمعنا اليمني الذي يعاني الويلات كما أسلفت. لكن الآن يفترض أن الكرة في ملعب مكتب الرئيس هذه، في مكتب رئيس الوزراء، هذا من الناحية الإدارية. نأمل بمناصرة ميدانية من طلاب اليمن في مصر الذين يعني إذا كان لديهم أي تشكيل نقابي مثل اتحاد طلاب أو ما شابه أن يقوموا أيضا بدور مناصرة لهؤلاء الطلبة المظلومين. نأمل كذلك من الصحافة والإعلام والناشطين إبقاء هذه القضية قيد المتابعة ومتابعة تفاصيلها أيضا، استمرار الضغط. هم يراهنون على أن النفس قصير، هؤلاء لا يستحون، أمثال مارم وغيره من مسؤولي فساد زمن هذه ليست لديهم وجوه لتحرك، ليست لديهم سمعة يخافون عليها، هم يعرفون أنهم في زمن إن لم يستغلونه فلن يتكرر لهم ولن يستمر. يعني من هذه المفارقات يعني انهم لا يبالون بمساله الضجيج الاعلامي ولا يبالون، يعتمدون على انها امدها قصير ويتعامل الناس معها
لأسبوع من الزمن كفضيحة ثم تنتهي، يعتمدون على أن الناس لديهم ذاكرة قصيرة. لكن نعمل أن تستمر المتابعة، أن يستمر هذا الغضب، لمنع تكرار هذا الأمر مستقبلا، لمنع هذا الحدث، للأخذ على يد هؤلاء. أيضا نريد أن نعرف بالضبط أسماء هؤلاء الطلبة الذين احتلوا مقاعد زملائهم، بأي وجه يذهبون إلى مقاعد الدراسة كل يوم وهو يعرف أنه لص وأن والده سرق له هذا المقعد. هؤلاء الطلاب أيضا يجب التشير بهم، يجب التشير بنصوص المنح السفارة، مثل يعني أحدهم لديه 10 منح لذويه، 10 منح لعائلة واحدة يعمل يعني هذا الشخص في السفارة اليمنية، ولا داعي لذكر الاسم، ربما الجميع يعرفون الأسماء، لدي تفاصيل حتى أكون وافقا منها، لدينا كشف لكن لسنا متأكدين من مدى دقته. يعني 10 منح لشخص واحد من هؤلاء الدبلوماسيين، استحوا، نقول لهم استحوا، أنتم لا تأكلون لا أحلام اليمنيين اليوم ولا تأكلون دماءهم، أنتم تأكلون من قيح المواطن اليمني. اخجلوا، ما الذي تقدمونه لأطفالكم لأبنائكم بهذه الفرص الحرام التي تهدرونها على المستحقين؟ أنتم لا تقولون سوى عن الميليشيا المتحكمة في صنعاء والتي انقلبت على اليمنيين، ولا كذلك عن الميليشيا الأخرى التي دمرت مسألة استعادة الدولة في الجنوب. أنتم مجموعة من الميليشياويين من مرتدي ربطات العنق، لكنكم قوة ناعمة فاسدة وقوة ناعمة أيضا قاتلة لأحلام اليمنيين. نعمل أن يصل هذا الصوت وأن يصل هذا الغضب حقيقة بإذن الله. كلنا نشعر بالمرارة، إذن وكل الطلاب أيضا أمل بأن يأخذوا مقاعدهم وتعاد لهم حقوقهم، وكل اليمنيين بكل تأكيد بهذا السياق. أشكرك سيد عبد الله حرازي، الإعلامي والمهتم بقضية الطالبة فاطمة وبقية الطلاب المبتعثين، كنت معنا عبر سكايب من هولندا. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.